حياكم الله مشاهدينا الكرام في اللقاء الختامي للمرشحة مريم الصائغ مع أهالي دائرة خامسة الشمالية. برنامج الانتخابي يتكون من 7 محاور، بس الأهم يعني منها هو الشباب والإسكان والصحة. طبعا الشباب أنا ذكرت فيه كل النقاط المهمة اللي الشاب البحريني يطالب فيها، ونفس الشيء الصحة، ذكرت السكلر، أمراض السكلر أو الأمراض المزمنة بشكل عام، ذكرت العلاج بالخارج، إنه لازم يوفرون العلاج بالخارج ويكون يعني ميسر ومسهل، ما ياخذون وايد وقت في الموضوع. وبعد عندك التعليم، احنا عندنا مثل ما أنا شفتوا بالفيديو عن صعوبات التعلم، أطفال صعوبات التعلم، يعني فئة مظلومة جدا، كونهم لا يعني هم لا طفل طبيعي ولا هو طفل معاق، فيكون بالنص، فلازم احنا نركز عليهم شوي اكثر، ون يعني نحاول ان نمسك بايدهم ونمشي معاهم ونأسسهم صح. وايد سعيده واشكر الاهالي على الثقه اللي اعطوني اياها وانهم راحوا وصوتوا لي، واتمنى منهم الدعم في الجوله الثانيه، ان شاء الله راح امثلهم خير تمثيل في مجلس النواب القادم. والله احنا جربنا في كذا اللي راحوا وحاولنا وياهم في اشياء مثل اللي نطلبه اشغال لاولادنا وغيره، ما نكون صحيحين. وانا قلت بنفسي ومن خاطري واهلي وحتى والدتي وبناتي لهم بابا جربوا في البنيه اللي هو مريم الصائغ. لليوم الظهر قاعدين والعصر الظهر قاعدين ونتكلم بهذا الموضوع، وحتى قلنا مريم. من شفنا صراحة صورة مريم الصائغ تفائلنا خير، ومن اختلطنا فيها صراحة شفناها شخصية شبابية مثقفة واعية دارسة ما شاء الله عليها، واثقة من نفسها ومن كلامها وبرنامجها، يعني لمس قلوبنا كلها لأنه واقعي يتكلم عن الحياة والدراسة والأشياء الحياتية والمشاكل اللي يعانيها المواطن، وإن شاء الله كلنا متفائلين فيها خير، وإن شاء الله توصل وتوقف معانا. إحنا نتأمل مريم كل خير إن شاء الله، والمجلس يعني إن شاء الله كله إن شاء الله كله خير، يعني بيختلف عن السوابق كلهم، المجالس السابقة كلها، أنا أتوقع كذي يعني. بالنسبة حق الله يسلمك المرشحة مريم الصائغ، حاب إن أنا أطلع على البرنامج مالها، وللأمانة إن مشجعة إن الواحد يوقف في صفها، مشجعة إن واحد يدعمها، برنامجها جدا مميز، تطلعاتها جدا مميزة، الأمانة امرأة يعني قادمة إلى الساحة بكل حماس وبكل رغبة، لأن اللي محتاج إن الشارع البحريني من شباب محتاج الأفكار هذه، إن الواحد يكون قريب منهم، يكون الواحد يتلمس احتياجاتهم. أتصور إن واحدة من الخوات المرشحات والأخوان المرشحين، طبعا الأخت مريم الصائغ عندها هذه الأفكار، إن هي قريبة من هموم الشعب بشكل عام، قادرة إن هي توصل الصوت الحقيقي أو الصوت يوصل إلى قبة البرلمان، فنقدم لها كل الدعم صراحة على الشيء اللي هي تقدمه، وإن شاء الله الله يوفقها. مريم برنامجها يلبي طموح وآمال المجتمع، شريحة كبيرة من المجتمع، وأتمنى لها الخير إن شاء الله وتوصل للمجلس النيابي. إحنا طموحين نبغي الشباب اللي يدخلون البرلمان، زين نبي الشباب، ونتمنى لها إن شاء الله إن هي تفوز وتدخل وتمثل منطقتنا، لأن منطقتنا تحتاج إلى واحدة شابة مثلها وطموحة، وبرنامجها حلو واجد ممتاز. النقطة الأهم، شو اللي يميز اليوم أو أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للمرشحة مريم الصائغ؟ إن هي عندها رؤية حق الشباب، زين أنا قريتها الحين على السريع، زين عندها رؤية حق الشباب، فإحنا هذا اللي نريده منهم حق شبابنا. إحنا خلاص كبرنا، إحنا نبي أولادنا، لا إحنا مو كبرنا، إحنا نبي هذين اللي يدشون، أي نعم، ويخدمون البلد ويخدمون المواطن. أحد الأسباب الرئيسية اللي خلتني أدعم الأخت مريم، طبعا برنامجها الانتخابي شامل ويلبي احتياجات الدائرة ويلبي احتياجات المواطنين كافة يعني، فحتى لاحظت أن في بعض الأمور والنقاط المهمة اللي هي خلتها
راح تفيد مملكتنا الغالية إن شاء الله. وطبعا احنا نحتاج الى طاقات شبابية جديدة يعني، وهي ما شاء الله يعني دارسة سياسة وفاهمة الأوضاع اللي يحتاجها المواطن البحريني، خصوصا مع الأوضاع الراهنة. ولله الحمد احنا طبعا طلعنا من مرحلة الكورونا وغيره، ونحتاج الى يعني طاقات قوية ويعني طاقة متجددة، وهي ان شاء الله يعني راح تكون في حسن ظن هذه الدائرة بإذن الله ان شاء الله.